العودة لطفولتك، هلا اللي كنا عم نحكي عنها انه بلشت بحرب وكذا، حابة اعرف الموقف الاول يلي حرك جواتك هذا الشيء اللي خلاك تتوجه سواء للشعر او للرسم، شو الموقف الاول اللي خلى هي السخرية عندك تتحرك من الواقع؟ شو اول شيء صار ودفء وبلش يخلي هذا الابداع يظهر؟ يعني اول شيء مثلا كنت مثلا بذكر لما كنت بالابتدائي او بالاعدادي يعطونا يعني معلومات على الفيزياء والاعراب وكذا، وانا شفت انه هالامر مش بحالي حتى من الطفولة، يعني عندي نقد تجاه افعال الاخر، لا استمع له بسهوله يعني، لا اقتدي به يعني، فقد يظهر هذا الشيء ردة فعل انه البشريه تعمل اشياء هي خاطئه بالداخل، انا بشعر فيها خطا، فانا بحاول انه ما انجر، هذا سبب اساسي اني عندي هذا النقد تجاه كل شيء. يعني جزء ما لقيت فرصه انه كيف بعبر عن مشروعي، لانه مو معروف اني اكون رسام او فكرت اكون شاعر او كاتب، ما زبط يعني اسباب خاصه. بعدين شفت انه الرسم يعني طبعا الرسم مادة صعبة، يعني ما في فكرة معينة كيف واحد يصير رسام، كيف يعيش، كيف يبيع، كيف بيشتغل، يعني هالأفكار ما كانت موجودة، مو معروف إذا في سعر للوحة أو تباع أو في ناس بيشتروا. بس ظهر دفعت عن مشروعي بشراسة يعني، ومن اللحظة الأولى الذين اشتروا أعمالي بالبدايات يعني هن اللي دفعوني للأمامة، طبعا شعرت إنه في بزنس ممكن يعاش منه بيزبط، هيك صارت القصة. وأنا بالطبع يعني عندي أعمال كثير مبقعة يعني بس مجرد انه انا بحب اسوي سمعه مع الاخرين، بحب اني اظهر هذا الرجل الكريم حفيد حاتم الطائي، فانا رجل كريم، رجل مطاع ما بيسال على شيء، يعني ان حصل شيئا في مثل بيقول لك واحد انا بدي اقتل القتيل، انا ما بقتل القتيل، بس في مثل بيقول لك قتل القتيل بس في عديه تبعه، يعني احنا ندفع عديه قبل القتل، هو يروح باي باي مع السلامه.